للعتبة العلوية المقدسة دار القرآن الكريم التابع لقسم الشؤون الفكرية والثقافية، وبالتعاون مع دار حبيبنا مظاهر من دولة الكويت، قام دار القرآن الكريم استضافة وفد قرآني من البصيرات والبالغ عددهم 23 مشاركة من جميع محافظات العراق. مدة الدورة 10 أيام، كانت الدروس فيها في التنمية البشرية والتفسير ودروس فقهية وقواعد التجويد والصوت والنغم وعلوم القرآن الكريم. هذه الدورة طبعاً سبقتها عدة دورات، لكن هذه تقريباً أكثر مدة بالدورات السابقة، مدتها كانت 10 أيام، تقريباً كانوا 23 كفيفة. عدة مواد كانت في الدورة، منها شاركت حصة الأسد مثل ما يقولون العتبة العلوية، كانوا يأخذونهم من الصباح إلى تقريباً الساعة 4 عصراً، تعليمهم وقف وابتداء وأساليب الحفظ وطريقة الحفظ، فكان الحصيلة الكبرى للعتبة العلوية. احنا نبدا معهم من العصر اعمال يدويه، وجبنا مدرسه متخصصه من جمهوريه ايران الاسلاميه بتعليمهم الحاسوب، وكذلك في تعليم اسعافات الاوليه وطريقه التطريز باليدوي. الدوره هذه انتجت لنا الان مدربات الحمد لله، يعني عندنا 3 مدربات من الكفيفات، وايضا العتبه اعطونا شهادات بالنسبه حق حافظاتنا بانهم حققوا مستوى عالي لاول مره ياخذون درس مقامات في القران الكريم.